بالصدفة في حفلة كنت عم غني فيها وكانت معروضة على الام تي في مباشر. يعني أول اتصال صار هو اتصل فيه يعني مش عارف مين. عنده إياه بيعملها على فكرة. مش معقول الشعور ما بخبرك. شايف يعني نهارتها كان يعني خلص كأنه واحد حقق اللي بده إياه بتحس إنه هيدا هو هيك كان. وضلينا على اتصال من بعدها. طبعا بيعرف كمان عبير اختي وهيك من حديث لحديث قال لي انه عائلتكم بتذكرني بعائلتي وبدنا نظبط جمعه وعزمنا بالفعل لعنده على البيت وكان شغله يعني فظيعه بالنسبه لنا نروح لعنده وصار اللقاء نحن وياه ومن احلى السهرات يعني قعدنا بتذكر من الساعه يمكن 8 عشية لثلاثة بعد نص ليل ما حسينا بالوقت وعن جد انت بتعرفه يعني قد ما ينحكى عن ابو وديع قليل ابو وديع التاريخ نحن في عنا على كل حال حصلنا على فيديو هيك لحصري بالجامعة للجامعة خلينا نشوفه عندي الحبايب ويا الحنين هذا الفيديو هذا ابو وديع ابو وديع الله طول بعمرك وخليك بصحتك بتجني بنحبك كثير